بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. تحيات عطرات لكم جميعا أيها الأحباب، وكل عام وأنتم بخير. لقرب نهاية الترم الأول، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء، وتتمتعون ويتمتع الجميع بالصحة والسعادة والهناء، وأن يرحم من فقدناهم ويشفي مرضانا يا رب العالمين. اليوم بإذن الله تعالى هتكون يعني محاضرة خاصة جدا، نتناول فيها الحديث عن كيف نكتب مقالة أو مقالة. المقال والمقالة والمقالة كلاهما صحيح. كيف نكتب مقالة؟ أخذنا عددا من الموضوعات عديدة، كل هذه الموضوعات ما هي إلا عدد من المقالات. المقال يعني تعريف المقال، أيا كان شكل هذا المقال، هو قطعة نثرية أدبية، سواء كانت تتناول جانبا فلسفيا أو جانبا تاريخيا أو جانبا اجتماعيا أو أي جانب من الجوانب العلمية الخاصة. المقال إما أن يكون مقالا علميا أو مقالا أدبيا أو مقالا علميا متأدبا، يعني بين. ولكن في هذه الأونة هناك مقالات عديدة جدا بنلاقيها في الجرائد، وعندك في الكتب بتاعتي اللي أنا قررتها عليكم في مقالة كبيرة عن طه حسين في سنة رابعة في بداية الكتاب، كتاب الألم في الرواية العربية، وفي سنة تانية برضو كتاب في نهاية الكتاب في مقالة أيضا عن الدكتور طه حسين، بتناول فيها يعني كيفية كتابة المقال ضمنيا، كيف أكتب مقالة أو أكتب مقالا يعني علميا من الناحية العلمية. هناك شروط لكتابة المقال، تتمثل تلك الشروط في عدد من النقاط المهمة والتي يجب أن نعرفها، ليس فقط من أجل الامتحان ولكن نعرفها حتى إذا ما تعرضنا لكتابة مقال في الصحافة، كتبنا مقال في أي جريدة من الجرائد الرسمية، كتبنا مقالة في أي مكان. هناك قواعد وهناك أشياء يجب أن نعرفها من خلال كتابة المقال. إحنا عندنا مقالة عن طه حسين، سواء كان في الفرقة الرابعة أو كان في الفرقة الثانية، احنا بنقول مقالة او مقالة، كلاهما صحيح. يعني ليا صديق عايز عليا، دكتور رمضان، ده علم من اعلام الفكر والثقافة وزميل وصديق، له مقالات عديدة جدا موجودة في الصحافة وفي بعض المؤلفات اللي انا صراحة يعني بعتز بها جدا. عندنا مثلا مقالة عن الدكتور طه حسين في بداية كتاب الألم في الرواية العربية، وعندنا أيضا هذه المقالة يعني جزء مثلها في نهاية كتاب اللغة العربية للفرقة الثانية. المقالتان تتناول جانبا الجانب الإنساني عند طه حسين، هذا الجانب الذي مثل له حياه ومثل له معاناة وألاما كثيرة ظل معها طوال رحلة حياته التي عانى فيها الأمرين. الخيوط الرئيسية لكتابة المقال تتمثل في بداية أو مقدمة وموضوع وخاتمة. انظر إلى هذه الثلاثية تجد أنها هي ثلاثية يعني منتشرة عبر ربوع كل الأشياء. الإنسان بيولد، هذه مقدمته، ثم بيعيش ردحا من الزمان، هذا هو موضوعه في الحياة، هذا هو طرحه في الحياة، ثم في النهاية بيعود أدراجه إلى مرة أخرى إلى عالم الأموات. يبقى هناك مراحل ثلاثة بيمر بها يعني أكثر، تمر بها أكثر الأشياء. الكتاب يعني حينما نؤلف كتابا لابد أن نضع له مقدمة، هذه المقدمة بنبسط فيها أو بنلخص فيها الذي سوف نتناوله في الكتاب بالداخل، وأيضا في النهاية نقوم بعمل خاتمة أو بنقوم بعمل يعني أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا الكتاب. هكذا هو المقال. أنت حينما تكتب مقالة لابد أن تكون واعيا حريصا على أن يقرأ مقالتك معظم الناس حينما ينظرون إليها. عشان كده بنلاقي في الصحافة في منشطات رئيسية كده ممكن تلاقي عنوان مقالة مفزع
ولكن لما تقرا المقاله بالداخل هتلاقيها مقاله عاديه جدا ممكن اي حد يكتبها. طيب ايه السبب ان انا رحت اقرا هذه المقاله؟ العنوان الذي لفت انتباهي. عشان كده بقول لك العنوان ده زي ما انا عرفت العنوان في المعجم بتاعي اسمه المعجم المفسر لعتبات النصوص، العنوان هو كتله اقتصاديه، كتله اقتصاديه مطبوعه على غلاف كتاب او بدايه مقاله، وده الحاجه اللي احنا بنبحث عنها. يبقى العنوان، وكلما كان العنوان قليل الكلمات، كلما كان قوي الدلاله، كلما كان العنوان قليل الكلمات كلما كان قوي الدلاله. لما اقول لك مثلا الحرام ليوسف ادريس كلمه واحده، الايام لطه حسين كلمه واحده ولكنها حملت في جعبتها الكثير والكثير. اذا بصفه عامه العنوان هو كتله اقتصاديه يهضم ما بداخله، يهضم العمل ككل من خلال هذه الايقونه الموجوده على غلاف كتاب او بدايه مقال. اذا هناك ثلاثه اشياء رئيسيه يتكون منها المقال: المقدمه، الموضوع، الخاتمه. ناتي لمقدمه المقال. يبقى احنا اتفقنا على ان العنوان لابد ان يكون لافتا للانتباه، لافتا، نقول لافتا وليس ملفتا، لافت من الفعل الثلاثي لفتا، يعني منبها او يعني يجعل الاخرين مستيقظين لما سيقرؤونه بعد هذا العنوان. العنوان قد يكون هناك عنوانا طويلا او عنوانا قصيرا، ولكن العنوان الذي يقبله العقل او تقبله العاطفه حسب موضوع المقال نفسه، مقال ادبي لابد ان يكون العنوان مرتبط بهذا المقال، او علمي نفس الحكايه. يعني لما الدكتور احمد زويل بيكتب لنا مقالات علميه يرحمه الله لابد ان ياتي العنوان متماشيا مع ما يتضمنه هذا المقال. يبقى في البدء لابد ان تكون المقدمه، نتحدث بقى عن مقدمه المقال. المقدمه هي البدايه. هناك فرق بين المقدمه والتوطئه والتمهيد والاستهلال، كل هذه الامور في هناك فارق كبير بين ما يسمى بالمقدمه ويسمى بالتوطئه وما يسمى بالتمهيد وما يسمى بالاستهلال. عشان كده دايما اقول لا يوجد في اللغه العربيه او لا توجد في اللغه العربيه ما يسمونه بالمعاني. ما قلتش في كلمه معناها كذا، لا، لا توجد ما يسمى بالمترادفات، الكلمه لها مترادف كذا، لا، كل كلمه لها معنى مختلف عن كلمات اخرى، كل كلمه لها معنى مختلف عن الكلمات الاخرى. يبقى من الخطا ان نقول الكلمه ومترادفها، لا، الكلمه لها دلاله. لما اقول لك الاسد، الاسد غير الغضنفر غير الليث، كل كلمه لها دلالتها التي تميزها عن الكلمات اخرى. اذا المقدمه هي خلاصة المقال بطريقة أكتب المقدمة في خلاصة بحيث تكون يعني داعية المتلقي لكي يكمل المقال قراءة. يعني المقدمة هي التي تستحوذ في البدء على فكر المتلقي وفكر القارئ. لماذا؟ لأن في المقدمة يجب أن يكون هناك يعني ملخص بسيط جدا وفي نفس الوقت دال ومستفز للمتلقي. ليه مستفز؟ حتى يجعل المتلقي يقوم بإكمال قراءة هذا المقال. والمقدمات عديدة، مقدمات المقال عديدة. احنا يعني ممكن تبقى بداية المقال اللي احنا بنسميها مثلا بداية زمنية. يعني ايه زمنية؟ يعني ابدأ بزمن. قد يكون بداية مكانية، أبدأ بمكان. يعني دي أنواع المقدمات الخاصة بالمقالات. قد تكون قد تكون البداية بداية تناصية، أي أن هذا المقال بيتناص مع مقال آخر ويوحي له الكاتب في بداية العمل. يعني ليه مقال الذي تحدثت عنه يحمل عنوان أثر الألم عند دكتور طه حسين. انظر الى اثر الالم عند دكتور طه حسين، وقد نشر في مجله الحوار الجزائري. يعني ممكن اسالك سؤال عن هذا المقال،
أين نشر هذا المقال؟ هتقول لي في جريدة الحوار الجزائرية. من صاحب هذا المقال؟ هو الدكتور عزوز علي إسماعيل. إذن هناك مقالات، وخلي بال حضراتكم حاجة مهمة جدا، هناك مقالات بتكون مقالات فارقة، يعني قد تخرج الإنسان من طور إلى طور آخر في مقالات كبيرة أوي غيرت من مفهوم العلم، والمقال قد يكون أكثر من 20 أو 30 أو 40 صفحة، يصل إلى أكثر من ذلك، ويندرج تحت باب المقال، لأنه أخذ في طريقه البداية ثم الموضوع ثم الخاتمة. ما زلنا نحن في مقدمة المقال، بداية المقال كيف تكون المقدمة يعني لافتة للانتباه، كيف تكون المقدمة جاذبة للمتلقي. لابد إن لم تكن المقدمة جاذبة للمتلقي لن يكمل المتلقي المقال. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل شيء له تقديم، قال وقدموا لأنفسكم، يعني التقديم ده بيجذب هذا القارئ هذا المتلقي لكي يكمل قراءة العمل. إذن المقدمة عليها عامل مهم جدا. وإذا كان المقال مثلا صفحة أو صفحتين أو ثلاث صفحات، قد تكون المقدمة يعني نصف صفحة أو فقرة واحدة. وشرط أساسي لما أبدأ في المقدمة أنهي المقدمة بشيء مهم جدا جدا، وهو قد يكون سؤال، قد يكون مثلا طرح فكرة، ونقول بقى وإليكم أو سنتناول هذا الأمر في هذا المقال أو في هذه المقالة. إذن المقدمة عليها يعني عوامل وليس عاملا واحدا في دخول الإنسان إلى عالم النص الأدبي الخاص بالمقال الذي نحن بصدده. كتبنا المقال وعرفنا المقدمة، قد تكون المقدمة مقدمة فلسفية، مقدمة فكرية، مقدمة اجتماعية، مقدمة تاريخية، ولكن لابد وأن أخرج من المقدمة إلى الموضوع مباشرة دون أن أشعر بأن هناك فارقا بين المقدمة والموضوع. ما أقولش كده المقدمة وأكتب الموضوع، لا، أنا مش في الابتدائي، لست في المرحلة الابتدائية، ده أنا بكتب المقالة، هي نفسها المقالة، المقالة نفسها بها المقدمة، أقرأ أعرف أن هذه هي مقدمة المقالة، ومن خلال المقدمة ألاقي نفسي دخلت في الموضوع وبحثت بقى في هذا الموضوع وسرحت بقى، أشوف بقى الكاتب يتناول هذا الموضوع من أي جانب. يعني مثلا حينما كتبت مقالة الدكتور طه حسين أثر الألم عند الدكتور طه حسين، هذه المقالة يعني أثرت حفيظة الكثيرين، لأنهم يعني أنا استفزيت المتلقي لما أتحدث مثلا عن الدكتور طه حسين وأقول إن أول موقف حدث لهذا الرجل هو موقفه حينما كان يأكل مع إخوته ويأكل مع أمه ويأكل مع أبيه، ويصف الدكتور طه حسين هذا الموقف وصفا دقيقا، لأنه كما تعلمون لم يكن يرى، فقال في هذا الموقف، كان الفتى اللي هو بتكلم عن نفسه يجلس مع إخوته على مائدة الطعام، وخطر له خاطر، ما الذي يمنعه أن يأخذ اللقمة بكلتا يديه؟ ولما كان بيأكل بإيد واحدة كده فكان صعب عليه شوية أنه يأكل، فخطر له خاطر أن يأخذ اللقمة بكلتا يديه، ففعلها طه حسين وأخذ اللقمة بكلتا يديه، ولكن تناثر الأكل على جلبابه. يصف المشهد ويقول أما إخوته فضحكوا منه، وأما والده فقال ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني، وأما أمه فأجهشت بالبكاء، وأما هو فلم يدري كيف بات ليلته. نهايته كانت هذه الفقرة هي البداية للمقال من ناحية الموضوع. طيب طه حسين بقى، كان هناك أقرار له في القرية وفي القرى المجاورة كانوا مكفوفي البصر، طيب هل بحث عن هؤلاء الأشخاص حتى يعلم كيف كانوا يأكلون وكيف كانوا يشربون وكيف كانوا ينامون؟ لا، طه حسين بدأ وسرح وبحث عن العمالقة الذين سبقوه وكانوا مكفوفي البصر، فلم يجد أمامه إلا أبا العلاء المعري.
هذا الشاعر الفحل الكبير الذي كان كفيفا، فبدأ يبحث طه حسين عن الذين سبقوه وكانوا علماء وكانوا شعراء كبار وكانوا مكفوفي بصر، كيف يتصرفون في حالات الأكل، كيف كان هؤلاء الناس يأكلون وكيف كان يشربون. فعلم أن أبا العلاء المعري كان يتستر في أكله، يعني كان بيأكل لوحده، وكانت له غرفة في تحت في البدرون زي ما بنسميه يأكل فيها الطعام. ومن هنا بدأ طه حسين يعني يحذو حذو أبا العلاء المعري في جزئية الأكل. هذه جزئية دي كانت بداية المقال، فبداية المقال جعلت المتلقي عاوز يعرف إيه اللي يحصل بعد كده، ما الذي حدث لطه حسين بعد كده. لما أقول مثلا في بعد الفقرة الأولى من المقال، يعني قلنا خلاص المقدمة، بدأنا في الموضوع دون أن نذكر كلمة الموضوع ودون أن نذكر كلمة المقدمة. نبدأ بعد كده لما أقول مثلا وقد حدث للدكتور طه حسين، احنا نتكلم عن إيه؟ أثر الألم. يعني الدكتور طه حسين تألم لأنه كان كفيف مكفوفي البصر. طب الأثر ده إيه اللي حصل؟ يعني هو لما أكل وتناثر الأكل على جلبابه، ما الذي حدث له؟ بدأ يفكر. هنا الأثر بقى، أثر هذا الألم جعل طه حسين يفكر كيف يتصرف في هذه الأمور. ده الأثر بقى. طيب بعد كده طه حسين سقط في الثانوية العامة، هو كان في الثانوية الأزهرية، المشايخ سقطوه نزلوه. طيب ليه؟ كان طه حسين يعني لسانه كان طويلا على الأشياء التي لا يقبلها، يعني حينما يسمع عن شيء مخالف للشريعة للدين للحياة للثقافة فيتحدث ويتكلم، فكان مشايخه يعني يضمرون له بعض الكره من هذه الجزئية، أنه لم يسكت عن فعل شيء قد يخل بالكرامة، يخل بأي شيء من الأشياء التي تحدث للإنسان، فأسقطوه. طيب هنا يعني حتى أشعل النار في الهشيم في هذه المقالة بدأت الجزئية، وقد رسب طه حسين في الثانوية الأزهرية، وكان ذلك بسبب لسانه. وأبدأ أشرح على المتلقي بقى وأنا بكتب المقال إيه اللي حصل لطه حسين، ما أنت كيف تجعل المتلقي منجذبا إليك. أنت طبعا أنت بتسمع بقى، لما بتسمع المرافعات في المحاكم بقى وتلاقي المحامين الكبار يترافعون، وبتلاقي بقى من يتشدق باللغة العربية، وتلاقي المحامين الفحول ما شاء الله عليهم، عندنا الدكتور رمضان ودكاترة كبار في مصر وعلماء كبار. يمكن أنا كنت عايش في دولة أخرى، كنت بحضر مع بعض الإخوة هناك المرافعات، بلاقي المحامي كده بيقف كده ويترافع عايز يطلع المتهم ويثبت براءته، بالضبط زي المقال، هو بيستفز القاضي حتى ينتبه إليه ويديله بقى الكلام ويديله بقى الأشياء اللي هو عاوز يوصلها. هكذا في المقالة أيضا، يعني في الدفوع عندي في المقالة بتكون دفوع يعني من واقع الفكر، من واقع المقالة حتى أكمل لهذا الأكمل للمقالة وأعطيها حقها، من ناحية أن المقالة يعني ده فكر، الفكر ده بيكون في الموضوع وليس في المقدمة ولا في الخاتمة. أنا دلوقتي خرجت من المقدمة بكل سلاسة وبكل بساطة في الموضوع، وبدأت أطرح أسئلة ضمنية. الأثر الذي ترتب على طه حسين في أكله حينما ضحك منه أخوته، الأثر الذي ترتب على طه حسين لما رسب في الثانوية العامة، والأثر بقى اللي ترتب على طه حسين لما كان يقال له أقبل يا أعمى. شوف بقى، انظر للشيخ بقى ويقول له تعالى أقبل، وراح يمتحن حتى يدخل في الثانوية العامة أو يدخل إلى الأزهر الشريف، لما تحول بعد حفظ القرآن الكريم، حينما يقول له الشيخ أقبل يا أعمى، هذه كلمة تثير بقى فيه الحزن والألم. يعني لما أنا أبدأ فقرة في المقالة أقول أقبل يا أعمى وأعملها بين قوسين، بعدها أكتب إيه، هكذا كانت هذه الكلمة صدمة كبرى لطه حسين، وقد قالها له شيخه فلان حينما كان أراد أن يمتحنه في القرآن الكريم. أنا في خلال المقالة تلاقي فيه المقال فيه جذب وأخذ ومناقشات
بحيث نخرج في نهاية المقالة من أن طه حسين كان أديبا ولديه باع في الثقافة والأدب والفكر، استطاع رغم الألام التي اجتاحت نفسه أن يصل إلى العالمية. يعني يكفينا أنه أخذ مثلا لقب عميد الأدب العرب بعد حصوله على الدكتوراه، وسافر إلى فرنسا وحصل على درجة علمية من فرنسا، وتعلم الفلسفة وإلى حد ما تعلم اللغة الفرنسية. ولا بد أن نذكر شيئا مهما، وهو أن زوجته سوزان كان لها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليه في أنه يكمل رحلة حياتي. وخلي بال حضراتكم لما أكتب كده وأقول في منتصف المقال: وهناك أطعمة قد حرمها طه حسين على نفسه إلى أن وصل سن 25. شوف بقى، هيبدأ بقى المتلقي: إيه الأكل ده؟ إيه الأكل طه حسين حرمه على نفسه ولم يأكله إلا بعد أن وصل إلى سن 25 وبعد أن تزوج وما إلى ذلك؟ يعني هتلاقي حاجات تثير المتلقي في كتابتك للمقال. هكذا هو المقال، هكذا هو المقال، وهكذا تكون الكتابة المقالية المحفزة للمتلقي. أنا بستفز المتلقي بس بأسلوب الخاص، ليس هناك شتم في المقال، أستفزه بأن أجعله متيقظا لما أسرده لما أكتبه. وفي نهاية المقال أنا انتهينا من الأفكار اللي في دماغي حول المقال. في النهاية لا بد على أي مقال أيا كان هذا المقال، فلسفيا كان أم علميا قضائيا أيا كان هذا المقال، لابد أن ينتهي بشيء يبعث على الأمل، أن يكون هناك أمل في الحياة، أن يكون هناك أمل، يعني بحيث لما أصل إلى نهاية المقال لا أصدم، أجد فيه بريق من الأمل. لأن الحياة بصفة عامة لابد أن يكون هناك تفاؤل، يعني وكما قيل: تفاؤلوا بالخير تجدوا. أيا كان الحديث الذي تحدث عنه في المقال لابد أن أنهي هذا الحديث بشيء يبعث على التفاؤل. ده كان طه حسين في هذه المقالة التي بدأناها بمقدمة ثم موضوع ثم خاتمة. هكذا في معظم المقالات الأدبية أو العلمية أو الفلسفية بننتهج هذا النهج. ويعني عندنا سنة تانية وعندنا سنة رابعة في كتب كبيرة بيدرسوها، مثل كتاب الألم في الرواية العربية أو كتاب اللغة العربية للفقه الثانية، بلاقي في كتاب الألم في مجموعة كبيرة من المقالات الضخمة اللي بدأتها بمقالة عن الدكتور طه حسين، ثم مقالة عن محمود جاسم النجار للكاتب العراقي، ثم جمال الغطاني، ووصولا بقى إلى الفصل الثاني وتناولت الحديث عن الأنثى والآلام عند الأنثى. ويعني هقول لحضرتك على حاجة أختم بها هذه المحاضرة. بدأت الفصل الثاني من كتاب الألم بجملة، هذه الجملة عنوانها: حينما تبوح الأنثى بالألم فاعلم أنه خارج نطاق سيطرته. حينما تبوح الأنثى بالألم فاعلم أنه خارج نطاق سيطرته. أنا زميلي في المغرب أخذ هذه الجملة وعمل لها بحث كبير. يعني فكر بقى، حينما تبوح الأنثى بالألم، انظر إلى أمهاتنا في البيوت مثلا كده، يعني بتبذل قصارى جهدها من أجل يعني إرضائك، ولا تتحدث عن ألامها، وإذا تحدثت عن ألامها فاعلم أن هذا الأمر هو آخر ما لديها بقى. لا يمكن أن يتحمل إنسان الألام مثل الأم أو مثل الزوجة في بعض الأحيان. الأنثى بصفة عامة تتحمل الألام أكثر من الرجل. نقول في النهاية: كيف تكتب مقالة؟ ده سؤال وهيجينا في الامتحان. كيف تكتب؟ أو أقول لك أكتب مقالة عن طه حسين، أكتب مقالة عن محمود جاسم النجار، أكتب مقالة عن كذا أو كذا، كل الموضوعات التي درست، أو أكتب مقالة عن القصة القصيرة، أكتب مقالة عن قصة مثلا الريحانة التي في الركن لدكتور محمود المخزنجي، الدكتور المخزنجي. هذا الرجل هو ساحر القصة القصيرة، وطبعا طلاب سنة رابعة درسوا القصة القصيرة، وطلاب سنة تانية هم أيضا يدرسون الآن القصة القصيرة، وهناك طلاب بالفعل أجادوا وأصبحوا يجيدون كتاب القصة القصيرة بفضل يعني هذه المحاضرات وبفضل قراءاته. الطالب يقرأ
الكثير حتى يكتب. وده أنا نصيحة بقولها لمن يحب القراءة ومن يحب الكتاب، عليك أن تقرأ أولا، وإذا أردت أن تكون كاتبا أو أديبا عليك أن تكتب بعد ذلك. يبقى القراءة الأول وبعد كده الكتاب، والقراءة كتير. ما قرأتش قصة وأنا عايز أكتب قصة، أقرأ قصيدة شعر وعاوز أكتب قصيدة شعر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في البدء اقرأ، ثم قال بعد ذلك إيه؟ نون والقلم وما يسطرون. لذلك بنقول كتابة المقالة هي كتابة فيها متعة وفيها أشياء لابد أن يعني نشغل الفكر فيها، إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرة قادمة. وها هو الترم الأول والأيام تجري مسرعة نحو الامتحانات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هيكون لنا محاضرة حول كيفية حل الأسئلة في الامتحانات، سواء كان البابل شيت أو الأسئلة المقالية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا جميعا نعمة الصحة والعافية، وأشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة. كان معكم دكتور عزوز علي إسماعيل.